نعم. يقول السائل: جمعت ثروة من الممنوعات في عدة سنين وأردت التوبة. نعم. جمعت ثروة من الممنوعات في عدة سنين وأردت التوبة إلى الله، فنفقتها كلها في سبيل الله وأصبحت معدما تماما وليس لي مال ولا عمل، وأخاف الرجوع إلى الحرام، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا. نصيحتنا أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن تطلب الرزق، أن تطلب الرزق. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. عليك بالتوكل على الله وطلب الرزق من الوجوه الحلال، والله سبحانه وتعالى يرزق من توكل عليه ويرزق من طلب الرزق من وجوه الحلال. الأرزاق ولله الحمد ما أغلقت، والأسباب ولله الحمد موجودة، فعليك بالجد والاجتهاد وطلب الرزق. وكونك تسرعت وأنفقت الأموال اللي عندك واصبحت فقير، لو أنك تأنيت وسألت أهل العلم قبل، لو سألت أهل العلم قبل حتى يوجهوك في هذه الأموال ويفرزون الحلال من الحرام، لأنك ربما تكون مخطئا حيث ظننت أن هذا حرام وما هو حرام. لا تعتمد على فهمك أنت وأنت لست بطالب علم ولا فقيه، عليك بسؤال أهل العلم قبل تتصرف.